كسكسو داري يقدم لكم شي ومعشوميشة. كسكسو داري ما يخطى داري. صلصة الجبل الأزرق من الصلصات اللذيذة اللي يمكننا نحضره باش نتبلو بها أو لا نرفق بها إما الدجاج إما اللحم ولا المقارونية علاش لا، ولكن يمكننا نجمعوها مع العديد من المكونات باش نحضره بها طبق مميز. الجبل الأزرق ميز بالنكهة دياله بالطيبة دياله الخاصة، فبالتالي كمية بسيطة منه كيمكن لها تعطي واحد النكهة وواحد اللذة كيف ما قلت للصلصات أو لا لأي طبق نزلناه معه. فهذا الوصفة اللي غادي ندير الآن هي عبارة عن وصفة ديال الدجاج مع الفطر الأبيض، غادي نسمهم بالثومة، المادنوس، لاموطارد أو الخردل، وبطبيعة الحال الجبل الأزرق اللي متوفر الآن في الأسواق تلقاو منه يعني أنواع كثيرة، أنتم كتاخذوا بحسب المستطاع ديالكم. فأول حاجة غادي نبداو بها نقطع الدجاج على شكل شرائح، يمكن لي نقطع الدجاج كيف ما كيمكن لي تماما نخلي القطع ديال البيض تاع الدجاج صحيحة نتبلها ونشويها ونولي نقدمها مرفوقة مع المقارونية اللي غادي تخلط بالصلصة اللي غادي نوجد. أما أنا دابا غادي ناخد القطع ديال الدجاج غادي نديرهم على شكل ديلانيير بحال هكا، ديما كنقطعو في الاتجاه المخالف باش كنكسرو الألياف. غادي نديرو أول حاجة الزيت في المقلاة تسخن، هنا كيمكن لكم ديرو الزيت تخلطوها مع الزبدة أو لا غير الزيت بوحدها أو لا زبدة بوحدها اللي بغيتيو. غادي ندير شرائح ديال الثومة والقطع ديال الدجاج، غادي ناخد لي شامبينيون أو لا الفطر الأبيض غادي نقطعو حتى هوايا مربعات أو لا على شكل شرائح رقيقة، يعني مين كنقول مربعات يعني دي كارتي، نتوما كتقطعو بحسب اللي بغيتيو. حيت الدجاج من المقلة مهم جدا انه الدجاج كنخليوه ما كنفوتولوش دقيقة في المقلة، كتكون العافية متوسطة باش ما يتحرقش الزيت، وكنخليوه غير كيطلق لينا داك الماء ديالو، ولكن الداخل ديال القطعة ديال الدجاج كتبقى خضراء بحال هكذا، كني كنحلوها تلقاو انه باقا فنيدية، فبالتالي هاد العملية هذه كتخلينا نعاودو نرجعو من بعد الدجاج للمقلة يكمل الطياب ديالو في لاصوص باش يلا كيتشربها، وفي نفس الوقت ما كيجينا شيء ناشف او لا مقطن. بعد ما كنزول الدجاج دائما في نفس المقله اللي فيها الثومه والزويته كيمكن لي نزيد شي شويه ديال الزيت الا بان لي انها راها خاصني الزيت، وكندير لي شامبينيون باش يتحمروا. هنا لي شامبينيون تنخليوهم نيت يتحمروا غادي يطلقوا لينا واحد المذاق جديد غادي يجينا جيد في لاصوص. خليت هذوك لي شامبينيون حتى تحمروا شي شويه، غادي نزولهم نديرهم هنايا في واحد الاناء، خاصنا شي نخليهم يتحرقوا. شوفوا معايا الشكل ديالهم كيشهي غير هكاك، انا محتاجه داك الزويته اللي في المقله محتاجه نخليها، فبالتالي نحاولوا نهزهم غير بشي معلقه ولا بشي بانس بحال هكذا. جميلين والريحه ديالهم ممتازه اللي خارجه هكا من البخار اللي خارج منهم جديده، وحتى داك الطريفات ديال الثومه اولا شرائح ديال الثومه فاش حرت الدجاج وكذلك فاش حرت لي شامبينيون حتى هما الغرض ديالي بهم يبقاو عندي في المقله. غادي ناخذ غير شي شويه ديال الدقيق باش غادي نغبر المقله، نزيد عليه شويه ديال لاموطارد. هاد العمليه غادي تعطيني الختوريه للاصوص، يعني ما يكونش عندي مشكل بتاتا انه داك لاصوص تجيني كتقطع اولا تجيني خفيفه. يعني هنا كاينه الزويته ندير معلقه ديال لاموطارد تعطيني واحد الحموضيه لذيذه التواته مع المذاق ديال الدجاج. شويه ديال الدقيق بحال غادي نديرو اون بيشاميل غير هي بداك الزيت اللي عندنا في المقله. خليت داك لاصوص حتى تخترات، من بعد درتها في الكاس ودرت لها الميكسور بلونجون وطحنتها جيدا باش يلا طحن داك الدريسات ديال الثومه حتى داك الحبيبات ديال الروكفور حتى هما تيذوبوا اولا كتجي عندي هكا اون صوص اللي هي يا صافيه. غادي ندير الدجاج نرشعو هنايا مع داك الماء اللي طلق، غادي ندير لي شامبينيون وغادي ندير لا كريم، وغادي ندير من بعد
المكرونيه باش غادي تسلق المكرونيات. يمكن لكم تاخذوا اما لي بيني اما لي طورساد، اي نوع ديال المكرونيه متوفر عندكم في البيت. اذا قطع ديال الدجاج، قطع ديال لي شامبينيون محمرين، غادي يعاودوا يخرجوا لينا او اللي يركزوا لينا ديك النكهه ديال لي شامبينيون مقليين. وغادي نزيد الكريمه. رائعه الخلطه، مميزه. على يد ما جاتني الغليه غادي يكونوا لي بات تسلقوا، غادي ناخذ لي بات وغادي نضيفهم هنايا على داك لاصوص. كنخليهم هكذا كيغلاو غير شي شويه معاهم وتعاودوا واحد دقيقه اولا جوج باش يلا كيتشربوا مزيان داك النكهات اللي عندي في الصلصه. ونولي نقطع المعدنوس هكا طري شويه بزيت، صافي وكنقدم الطبق. حسب راي الناس اللي حاضرين معايا في البلاطو جاوا لي بات رائعين جدا. اهم حاجه ما تيتخموش، لانه معظم المكرونه اولا الصلصات اللي كنكونوا محضرينهم بالاجبان تيجيو شويه ثقال. فانا استعملت المرق ديال الدجاج، هذاك المرق ديال الدجاج كيخلي لاصوص ديالي تجي خفيفه وتجي لذيذه. نصائح اخيره قبل ما نوداكم، اهم حاجه ما كنقليوش الدجاج في الاول بزاف، شرائح ديال الدجاج كنعطيوها غير وقيت قليل دقيقه باش كتبقى لينا فتيه من الداخل وما تجينا شي مقطنه. ثاني حاجه نتفاداو نملحوا الدجاج ونملحوا كذلك لي شامبينيون، لانه الجبن ديال الجبن الازرق راه اصلا مالح بزاف، فبالتالي كنتسناو حتى كنكملوا الصلصه كنضيفوا الدجاج ونضيفوا لي شامبينيون كنذوقوا لاصوص. الا خصها الملحه عاد كنضيفوا لها الملحه، وكذلك لاننا استعملنا لا موطارد وحتى لا موطارد حامضه وكتعطينا الملوحه كذلك. شنو اخر؟ هادشي اللي كاين. الطبق كيف ما قلت كيجي رائع ملي كنساليو تنزينوه بشويه ديال الجبن الازرق، تنفرتوه هكذا من الفوق وباش نفيقوا هذا العالم كامل، تنديروا شويه ديال البزار مدقوق طري باش كنجيبوه من الفوق حتى هو كيزيد يعطينا واحد اللسعه لذيذه. وصلنا للنهايه ديال الحلقه، نتمنى لكم شهية طيبه، الى اللقاء. اها يلا عطينا الراي ديالك. مزيان، ممتاز. برافو عليك. ايوه صحه.